انا عملت فيلم مع جاكي شان وجون سينا. لازم لسه نازل قريب. لسه نازل قريب وكان المفروض هينزل على منصه من المنصات يعني. بس هو نزل على نفس المنصه دي بره بس لسه ما اتفتحش عندنا هنا. أوكي. في الريجن بتاعنا عندنا يعني. ففيلم اسمه هيدن سترايك مع جاكي شان وجون سينا. دول ايقونات بالنسبه لك من وانت صغير؟ طبعا ايقونات لكل الوطن العربي لكل العالم يعني. ايقونات طبعا يعني. طبعا من قبل جون سينا جاكي شان بالنسبه لي اصلا ان انا كنت اروح اتفرج على الافلام بتاعه جاكي شان في السينما. كانت سينما اسمها جرين. سينما اسمها جرين في المانيال. لا سينما اسمها جرين. سينما مفتوحه كده بتعرض فيها اربع افلام. وسينما جرين دي ابويا كان بيوديني الله يرحمه يعني. كان لا. كل يوم حد يوديني السينما وهو عارف بحب. ودايما كان في افلام ليها علاقه بالكاراتيه وبالاكشن وافلام تانية عربي. ثلاث او اربع افلام في نفس السينما. فكنت كل يوم حد بروح طبعا وارجع البيت اكسر البيت كله. بنقف كلنا قدام المرايه. وطبعا كنت صغير وما عنديش بقى لا بدله كاراتيه ولا بدله ولا اي حاجه من الحاجات دي يعني. ابويا جاب لي بيجامه قال لي دي بدله الكاراتيه. فانا وقفت قدام المرايه ببدله الكاراتيه ديت. فان انا في يوم من الايام يتعدي كل السنين دي والمانجر بتاعي كلمني مره يقول لي احنا في فيلم عايزينك تمثله في الصين. قلت له ايه فيلم؟ فيلم ايه اللي همثله في الصين ده؟ قال لي فيلم كده مع جاكي شان. قلت له فيلم كده مع جاكي شان؟ قلت له يعني عايز نعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لا بيقولها عادي. ايوه لا بيقول لي فيلم مع جاكي شان. هو اصل هو عارفني انا ايه يعني ما بتخضش بسرعه. فهو لما قال لي جاكي شان قلت له جاكي شان انت متاكد؟ قال لي قلت له يا عم لا هتلاقيه فيلم هم عايزيننا فيه في كام مشهد كده واحد عربي بقى يطلع ارهابي ونفس الكليشيه اللي هم بيحطونا فيه طول الوقت. لا مش هسافر. وفعلا ما كنتش عايز اسافر خالص. وقررت ان انا وقتها كنت قافل على نفسي قوي وبعمل حاجه جديده تقريبا. او مكتئب او موجة اي حاجه يعني. اي حجه تخليني مش قادر لسه هروح الصين وبتاع. فالحاجه المحرك الوحيد كان بالنسبه لي بصراحه ان انا قلت له لو عندي مشاهد مع جاكي شان ممكن اروح اعملها. ده الحاجه دي الشرط الوحيد من عندي هنا. فسألهم يعني ان كنت اعمل ده فيبقى اطلع معاه بقى في مشهد واحد. أيوة مش تبقى في حته ثانيه. لا انا مش فارق معايا ان انا اطلع العالميه. انا رايح العب. انا احلامي ان انا اقابل الهيرو بتاعي من وانا صغير. اللي كنت بروح اتفرج عليه على افلام يعني. ما هو الموضوع مش ما يتصدقش برضو يعني. خلي بالك الموضوع مش بيتصدق لما انا يعني متخيله اشوف جاكي شان مش طيارات بس يعني. أيوة تمام. بس هم الناس فاكرين ان انا طالع ده بس لابس النضاره دي بس وكده. طيار بساعده ان هو يرجع بير بترول بتاع خاص بالصين. هو راح العراق المفروض عشان يرجعه تاني يعني. في مرتزقه خدوه وهو بيحاول يرجعه منهم. زي ما فهمت من هاني عادل هو بالنسبه له صحيح دي يعني مساحه صغيره بس هو مش رايح يمثل. هو رايح يقابل جاكي شان. بالظبط. انا ده الهدف. والله ما كنت هروح. وبعد كده ضاعت عليا. حاولت اروح اعمل الفيزا. كانت الفيزا متاخره. حاولت اروح اعمل الفيزا طبعا مشوني من السفاره لان هم عندهم يعني اجراءات كتيره. اجراءات طويلة. كتير اللي هو انت رايح تشتغل ولا مش رايح تشتغل. ولو قلت لهم رايح اشتغل ده بياخد فتره اطول بكتير. فقالوا لي بص انت هتعمل ايه؟ انت هتطلع على هونج كونج وهتخش الصين من هونج كونج من هناك يعني. كان في مغامره اصلا علشان ادخل. ومن هناك بعد ما دخلت هناك عملوا لي الفيزا ان انا ادخل الصين اشتغل. رحت بقى عشان المشهد الصغير ده كام مره؟ انا عملت اربع مشاهد. ما انا بقول لك للناس فاكرين ان هو المشهد ده بس. لا هم كذا مشهد تانيين. بس رحت كام مره او قعدت قد ايه في الصين عشان الحبه القليلين دول؟ ثلاث شهور بروح وارجع. بس لما بروح مثلا ممكن اروح بناخد جزء من مشهد ويقول لي مثلا الجزء اللي بعديه دوت هيتصور الاسبوع الجاي. فطبعا مش هرجع مصر واروح تاني. فافضل قاعد هناك. كان 15 سنه انت كنت بتروح فين؟ بروح من دبي ومن دبي اللي هناك. الروت ده متعبه طبعا. متعبه جدا. في مطبات يعني مزعجه للغايه. وانا كنت نايم بقى تقريبا. كنت موجود. هي كانت موجوده بس انا ما بنامش في الطياره فعشان كده. أيوة. المهم رحت كام مره ورجعت؟ رحت تقريبا اربع مرات مثلا او خمس مرات في الثلاث شهور دولت. وكنت ساعات ممكن اقعد هناك مثلا 10 ايام علشان هصور مشهد ومشهد بعديه ب 10 ايام. فمش هرجع مصر وارجع لهم تاني. فاضطر اقعد هناك. ولما قابلت مستر جاكي شان؟ لا هو اول ما قابلته طبعا هو عارف ان هو لما بيقابل ناس اول مره يشوفهم الناس كلها عايزه تاخده بالحضن وعايزين يتصوروا معاه. فهو بيدي وش كده اللي هو ما تجيش ناحيتي دلوقتي خالص. ابو الغضب.
مفيش محدش يجي ناحيتي محدش يجي وانت طبعا واخده عنه فكره ان هو انا ممكن يكسرني في ثانيتين فاللي هو خلاص من بعيد لبعيد كده وانا كنت مع نفسي خالص اساسا. ف بعد شويه اول مشاهد بداناها هي المشاهد بتاعه الطياره ودي كانت بتتصور في هانجر كبير جدا كبير جدا واحنا دي كروما دي كروما بس عمر ما حد طب بص لا طبعا لا احنا طرنا بالطياره طبعا صوروا شويه حاجات جوه الطياره دي طايرين بجد يعني انت طرت احكي لك لا انا احكي لك موقف بعد شويه هقول لك لا ده دي طارت هم حاطين في حد قاعد جنبي في ايوه شايف الراجل قاعد جنبي ده هو ده اللي بيسوق مش انا اصلا اساسا يعني ما تقول يا هم حاطين له لا هم حاطين لي حاجات زي اللي عنده بالظبط أيوة هم حاطينها لي عشان لما حركها هتبقى بتتحرك كده يعني احنا بنثق فيك طبعا بس اكيد عارفين انك انت مش اللي سوقت طبعا هضيع مروحيه هضيع نفسي هضيع نفسي فاول ما قابلته قابلته في الهانجر ده في الهانجر دوت وكان اول مشاهد ما بيننا دي فلقيته فجاه كده بجد يعني بعد شويه لقيته هو بيلف وبيبص على هدومي وبدا يعدل لي هدومي انا بقى في اللحظه دي اللي هو انا مش مصدق يعني انا مش انا هو ده حلم ولا علمي هو ده حلم ولا علمي بس بجد كان احساس حلو قوي ان اتعلم منه دي ان هو ده جاكي شان اللي انا جاي كل الساعات ديت عشان اشوفه بس واكيد في ملايين زيي في العالم كله وان هو علشان شغله او عشان حاجه هو بيحبها هو واقف قدامه وعشان يخليك كمان اللي قدامه ده يفك لان هو هيمثل معاه فعايزه شويه يفك يعني ان شويه في حاجه فريندلي يعني اللي هو بدا يعدل هدومي. بصي هاني في حاجات لحظات في حياتنا بتحصل من الصعب تفسيرها او شرحها طبعا. للاخرين لان هي بتمثل شيء جوانا احنا أي. يعني ممكن مكان او شخص مهما شرحت للي قدامك هو مش عارف انت ايه اللي أيوة جواك بالزبط. انت جواك حاجه لقطه منذ الطفوله في حاجه بتتحقق قدامك مش مضطر تشرح قيمه جاكي شان هو بالزبط. المهم هو ايه بالنسبه لك وفي ذكرياتك بالزبط. فانا فاهمه اللحظه دي كويس قوي ده كانت حاجه بالنسبه لي كنت يعني ما بين ان انا خايف وما بين ان انا عايز اعيط وما بين ان عايز اقول له ان انا بحبك جدا بس هو فهم هو اكيد فهم يعني قبل ناس زي كتير جدا يعني ف من بعد كده لما بدات يبقى عندي الجرأه شويه ان اقول له اتصور معاك فاول مره قال لي لا نتصور بس مش بلبس الشغل فوافق انها نتصور هو علمني بس هو صح لا على فكره هو اللي علمها لي انا بقيت اقولها بقى لما اجي مصر اي حد يقول لها تصور في اللوكيشن اقول لا هو نغير صح نغير هدومنا الاول وبعد كده لانه ده ممكن يعمل ريفيل او كشف لتفاصيل فيلم لسه ما نزلش لغايه ما وصل بقى الحمد لله للثقه ان هو اتصور معايا بعد كده بلبس التصوير عادي ما كانش عنده مشكله خالص الحمد لله يعني. لانه كان واثق ان انت مش هتنزلها غير بعد ما الفيلم ينزل هو طبعا عارف لا عارف كمان من طريقتي وانا حكيت له كتير عن مصر وحكيت له احنا بنعمل ايه وفرجته فيديوز ومش عارف ايه فعرف ان انا بعمل ايه هنا في بلدي برضو يعني مش عارف ان انا شغال في الشغلانه من قبل كده هحترم دوت مش يعني لما يقول لي على رول معينه انا هحترمها لغايه الاخر يعني انا قعدت 3 سنين ما حدش يعرف ان انا عملت فيلم صحيح صحيح احنا فجاه قالوا لنا هاني عادل شارك مشاركه في الفيلم هيدن سترايك يس اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه